اليوم وصفة للسمنة الزائدة قبل ما ندخل بالاتصالات، لكن بدي أعطيكم وصفة ناعمة وإلها نتائج. إذا اتعشينا لازم نتعشى، لكن عشانا يكون عشاء خفيف، نخفف الرز ونخفف السكر نبعد عنهم، وأيضا الخبز يكون خفيف اللي هي من الشاي الأخضر قدر 100 جرام، ومن الزنجبيل المطحون قدر 100 جرام، ومن أوراق النعناع الجاف الناشفة قدر 100 جرام، من قشور الرمان مطحون خشن أنا بفضل قدر 100 جرام، من أوراق الميرمية قدر 100 جرام. كلهم بنخلطهم مع بعض، بناخذ ملعقة على كوب من الماء الساخن، تتنقع، نشرب المنقوع مرتين باليوم